طبعا كلنا راح نشوف الحلقه يوم السبت 16 مايو. الان نختم الحلقه مثل ما ذكرنا مع كريس. كريس صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ تمام. بشورتات. شورتات. الكل يلبس شورت الحين. بس الصيفية هذا. أي يعني قبل كان في ناس تستحي، في ناس شوي تقول لك ها لا كذا. الحين خلاص الجو فرض نفسه يعني. مزبوط. بس في ناس ما تعرف يعني الطول المناسب لها. تلاقي واحد لابس شورت كأنه لابس مو شورت، يعني شيء أكثر من الشورت. Exactly. هذا الطول أكشن دائما منعلي عليه. موضوع كثير مهم. يعني الطول المناسب للكل اذا بدك الطويل والقصير وكل كل الاجسام هو دغري فوق الركبه، يعني على القد فوق الركبه بالضبط يعني. سو ايه ما كثير نطلع على فوق نقصر، وما كثير كمان يكون طويل. الطويل كثير ما بقى دارش. اوكي خلاص يعني. ايه خلاص، خاصه القصار بننصحهم ما يلبسوا طويل لانه بيقصرهم طبعا. كل ما تقصر كل ما تقصر الشورت اكثر، ولكن ما بيعني انه نقصر كثير الشورت. الشورت القصير او اذا بدك المايو هذا بنتركه للبحر. ايه هيدي تقريبا. طيب الالوان مثل ما احنا فاهمين ان هي في الفلاش الوان. ايه ليك بالنسبه للصيفيه فينا يعني يو كان اكسبيرينس، فيك تروح تنقي الوان بدك اياها مثل هاي يعني. هيدا مزبوط. احنا صرنا قايلين كذا مره انه الاحمر دارج السنه بكثير تدرج. هذه احمر رح ولا ناري؟ هيدا احمر ناري. احمر ناري منيح، هيك خلطنا لنا كنيو على بعضه. هيك عم بتضوي على كثير. شوف على الشاشه كيف. ايه عم بقول لك بتضوي تضوي. هو الاحمر دارج السنه على شغله مثل هيك بدك تروقها. سو بدنا نروقها بالالوان شيء يكون شيء هيك شيء يرجع يخفف لك من الحمار الموجود يعني. خلينا نشوفه مع بعض. اوكي حتى ما كثير بقى يكون اللون كثير قوي. يعني الفكره انه لما البس مثلا شيرت يكون في ديتيلز كثير وتفاصيل او قوي، البس مع شورت هادي. اكزاكتلي. او ينفع الشورت كمان كثير في برنت حفله لانه تلاقي فوق ورود مع بعضهم تو ماتش. لا بس بصراحه تو ماتش. بس لا ستايل شوي كثار. ها شوي بتعبوا شوي العين يعني. وين يتعبوا؟ هاي لو شفت واحد انت يلبس هالشيء كان الناس كلها صورتها. ايه حطوا لهم اياها لبسك. اكزاكتلي. لا بس نحن بالنهايه يعني ما بدنا كثير نلفت النظر بطريقه شوي اذا بدك تعب العين او كمان تكون اوكي خارج عن القاعده. اذا هاي القاعده انه لما يكون الاكشن موجود في الشورت خفف من فوق روق من فوق. والعكس صحيح. والعكس صحيح اكيد. طيب. بالنهايه كمان منك لابس كثير تياب يعني الشورت. أوكي. صرت خلص نص بنطلون. سو صار في صار انجذاب اكثر، بتنتبه اكثر للديتيل. حلو. هون السنه اكيد البرنت دائما دارج. هيدي البرنت كثير خفيفه منها كثير قويه كمان. من الشورتس كمان فيك تلبسهم اذا بدك دراسي اكثر يعني. فيك تلبسهم على اذا كان عندك يمكن ايفنتس على البحر او شيء ايفنت معين بيسمح لك تلبس شورت. اوكي انا عندي اسئله كثير ورا بعض بالنسبه حق البرنت. في شيء ممنوع على الاطوال على القصار مساله المخطط العريض؟ لا بالشورت ما في مشكله. ايه ما كثير. ايه احنا بيهمنا بالتيشيرت دائما من فوق كمان اذا كمان شخص عريض. هذه القواعد العامه يعني. صرنا حكينا عنها كذا مره انه ما نلبس خطوط بالعرض. الطويل اكشلي اللي ضعيف كثير فيه يلبس بالعرض ليعطي شويه الوجن انه هو شوي اعرض او شوي انسح. بالنسبه ل كنا عم نحكي على البرنت. البرنت كثير دارج السنه اصلا، صرنا كمان كذا مره حكينا. والبرنت على برنت هلا كمان يعني انا حبيت هون فرجي هيك قطعه اللي هي جايه تقريبا. خلينا نمسك لك الشورتس. اوكي وجاي معها كمان بيجي معها كمان الجاكيت تبعها. أوكي. هيك عم نحكي هون حتى هي فيك تلبس لها قميص او تي شيرت بيضاء. فيك تلبسها شوي اذا بدك كمان اذا بدك ايفنت على البحر او شيء غدا او شيء كمان عشاء يكون عندك اياه يكون شوي مرتب. بس يحتاج اعتقد واحد شوي جريء. لك هلا يمكن اذا بدك جريء لحد الان بس لانه كمان ما فيها كثير يعني. واحد جسمه لبيس كمان يعني. هلا جسمه لبيس طبيعي بس ليك للجرأه يعني اللونين كثير رايقين رايقين. عندك ازرق وعندك الكحلي. ايه بس قصه انه شيء من تحت جاكيت وكذا يمكن لسه الفكره يعني. ايه شوي يعني بدك حدا شوي فاشن فورورد شوي. طيب. عنده هال في ناس عندها هوايه يعني انه لما يلبس شورت لازم يدخل القميص او التيشيرت داخل. ايه. احيانا بتضبط تيشيرت؟ لا تيشيرت دائما لا. اذا بولو اذا شيل بولو فيك تنزلها فوق تحت البنطلون. هيدا بولو فيك تحط البولو اذا بدك تحت بس او الـ او الـ او القميص بس مش مثل ما شايفين ورا هون. بس مش التيشيرت. التيشيرت ما حلوه تنحط تحت الشورت ولا تحت البنطلون. اوكي البولو تحت البنطلون مسموحه مقبوله شوي. أوكي. القميص كمان مقبوله اذا كنت لابسها كمان على شيء مرتب باجرك الشوز. ايه باجرك الشوز يكون كمان لوفرز يكون شوي لوك مرتب. بس قميص تحت الشورت ما كثير. طيب هاي هودي معمولين خصوصي الفترة الأخيرة الشباب يعني الفترة الأخيرة مو راضيين
يلبسون الا الشورت القصير، الشورت شورت يعني. لا ليك كل ما عم نقدم كذا سيرني اكسري صرنا عم يقصروا الشورتات معنا. انا خايف لا الوضع قاعد يخوف. خلص وصلنا لهيدا، نرجع ايام محمود ياسين وصلنا لهيدا التور افلام السبعينيات ذكرها مش حنقصر يعني. الشورت قصير اوريدي في بعد ايه؟ شق على صوب. لا لا ما بعتقد هلا في منهم بس ايه فيه. احنا ما حنحكي عنه ايه. حنحكي هيدا طول هيدا يعني تقريبا كاس الخليج طول. يعني كان في السبعينيات مش حنوصل لهاد. عندك اكشلي مثل ما عم تحكي هالكابسول هيدي انعملت بس للدول العربية اللي فيها كمان نقشات الكامل. اوكي هاي شيء من عندنا والالمان. هيدي معمولة من براند فيلبروكان معروف كثير البراند بس معمولة للدول العربية. اوكي اذا كابسول معمولة بس لنا لهون يعني. فاجان يعني شوف بلشوا البراندات كلهم يعملوا شيء كاستمايز للدول العربية. اوكي يعني. الواحد لما يلبس شورت شيء بس معها من فوق لما بيروح البحر هيك شغلة بدك تي شورت ابيض بدك شيء رايق شوي الشيء رايق ما بدنا كثير نعجل. الشوز بالشوز سليبرز اللي للبحر إيه. للشورتات هذه شورتات عندك اللوفرز اللي مثل لبسه انت او مثل لبسه انا. اوكي خلينا نشوف ايش لابس. شوي شيء يكون هيدا شوي دراسي يعني شوي اذا بدك نلبسه على شيء رسمي شوي ممكن اللي انا لابسه انا ايه اذا بحر حرام. أوكي. إذا بحر حرام راح بحر مروح شوي على شيء جلد أكتر. أوكي. أو سليبرز بيجي الشوز في حالة الشورتات العادية مع مثل هيدا الشورت بيلبق كتير مع قميص بيضاء. أوكي والشوز العادي هاي والشوز لابسه أنا هلا راكب راكبين على بعضه أو حتى إذا كنت بولو. أوكي متى نلبس نفس البلايزر اللي أنت لابسه مع على شورت في ناس تحب تسويه فتح. إيه لا بالعكس انا بسويها يعني. أوكي. اللوك كثير حلو. أوكي. بس كمان يعني بده يكون عندك ايفنت معين ايفنت يسمح لك او يمكن رايح عشاء عائله او عشاء عائله اذا عازمين عليه حدا يعني فيك تكون شوي اخذ راحتك ولابس شورت. طيب. بس هيدي اخر موضه اكشلي جاكيت مع تيشرت بيضه مع شورت. بس اكيد انتبه دائما شورت ما يكون كثير قصير ما انه مناسب لهيك مناسبه. حلو في 30 ثانيه عشان نختم ما شفت شورت جينز دارج لا مدارج في جينز ملا جاي دارج جينز انا شفت اكشلي الدنم لانه كمان دارج فيك تلبقها على اي شورت موجود هون. كمان يعني حي الله شورت بتحط فالجينز ماشي يعني ما عنده مشكله. ايه اكيد بالعكس الجينز كثير دارج بس انا ما قدرت لاقي. اوكي عندي اذا تبي جبنا حلقه الجاي جبنا معك الجينز تبعك. يعطيك العافيه. ثانك يو الله يعافيك ومبروك على الايفنت الاسبوع اللي فات. ثانك يو يعطيك الف عافيه. كانك تفاجات من ذوقي يعني. ايه لانه كنت ناطرك تجي وما جيت. أنا مريض. خليني كل يعرف. كنت مريض. خليني كل يعرف. لا كنت مريض والله. لا سلامتك. طيب راح نتعاتب بعد الهوى. إحنا خلصنا الأسبوع. راح نشوفكم يوم الأحد.